مشاهدي القناة التربوية، مرحبا بكم. أنا الأستاذة هدى بن عبد الجليل، أقدم درسا في العربية لتلاميذ سنوات الرابعة شعبا علمية عنوانه مساهمات الحضارة العربية في التفكير العلمي، نماذج وأمثلة. في البداية أشير إلى ملاحظتين مهمتين. الأولى، أنا ما نعنيه بالعلماء العرب هم العلماء المسلمون الذين ألفوا كتبا باللغة العربية. الملاحظة الثانية، أن ما سنقدمه من نماذج وأمثلة هي في الحقيقة عينات من المنجز العلمي العربي، ولكم أن تبحثوا وأن تنظروا في الكتب وستجدون أمثلة أخرى من هذا المنجز العلمي العربي. درسنا يقوم على جزئين. الجزء الأول هو خصائص التفكير العلمي في الحضارة العربية. الجزء الثاني وضعنا له عنوان مساهمات العلماء العرب في التفكير العلمي. نبدأ بالخصائص. خصائص التفكير العلمي العربي، أولى هذه الخصائص هي الدعوة إلى العلم والتشجيع على طلبه، ونعني بها ما ورد في كتب العربي من دعوات إلى التفكر، إلى العلم، إلى التدبر، إلى طلب المعرفة، وهذا نتبينه من خلال عناصر. أولاها اعتبار العلم جدا وعملا ومثابرة، فمعلوم أن البحث العلمي يتطلب الكثير من الصبر، ويتطلب إعادة التجربة والملاحظة وإعادة الكرة مرة أخرى. ولعل هذا ما عناه العالم نيوتن في قوله إن العبقرية صبر طويل. الخصيصة الثانية هي حث الإسلام على أخذ العلوم من الأمم الأخرى وتشجيعه على ذلك، فالعلماء المسلمون قد أخذوا العلوم من كل الأمم السابقة مهما كانت نحالهم ومهما كانت الديانات، والإسلام لم يكن مانعا. فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. وفي هذا السياق يقول ابن الهيثمي الحق، ويعني به الحقيقة العلمية، يقول الحق مطلوب لذاته، وكل مطلوب لذاته فليس يبغي طالبه غير وجوده. فما يهم طالب العلم هو الحقيقة العلمية ولا يعنيه صاحبها. ثانيا، تأصيل مناهج البحث والتعلم، وقد فرعنا هذه المسألة إلى عناوين. أولا، التأليف فيما سمي تصنيف العلوم. والأمانة العلمية تقتضي أن نقول إن أرسطو هو أول من ألف في هذا المجال، غير أن ذلك لم يمنع العلماء العرب من أن يؤلفوا في ذلك. الخصيصة الثانية في هذه المسألة هي إقرار منهج الشك باعتباره طريقا إلى اليقين، فالجاحظ ونعتبره مؤسسا لهذا المنهج العلمي في الحضارة العربية يدعو الباحث إلى إعمال العقل، إلى إعادة النظر في المرويات من حيث الأسانيد ومن حيث المتون، بأن لا يطلق أحكاما، بأن يتوقف، يتريث، يتثبت. وقد ميز الجاحظ بين عامة الناس وخاصتهم، فالعامة يطلقون الأحكام ولا يتوقفون، بينما الخاصة الناس هم هؤلاء الذين يتوقفون ويتثبتون ويمعنون النظر. والجاحظ قد بيّن أن للشك مواضع معينة ولها مراتب، وقد قال في هذا السياق، وتلاحظون هنا فعل الأمر الذي يفيد معنى الإلزام، فالطالب العلمي عليه أن يتعلم الشك تعلما. وفي هذا السياق أيضا قال ابن الهيثمي إن التزام العرب المسلمين بمنهج الشك جعلهم يؤلفون كتبا تسمى كتب الشكوك. من هذه الكتب سنبين مثالين. المثال الأول هو نقد العلماء العربي لكتب علماء آخرين غيرهم. مثال ذلك كتاب ابن الهيثمي الشكوك على بطل موس. والعينة الثانية هي ما ألفه العرب من كتب نقدية تنقد مؤلفات بعضهم البعض، وفي هذا الإطار يندرج كتاب القرطبي الاقتصار في الإيجاد في خطأ ابن الجزار في الاعتماد. الاعتماد هو كتاب ابن الجزار.
إن الإقرار بمبدأ الشكي هو قرين إقرار العلماء أيضا بمبدأ آخر من مبادئ التفكير العلمي هو النسبية. وما نعنيه بالنسبية هو اعتبار الحقيقة العلمية متطورة متبدلة متغيرة غير ثابتة. فتاريخ العلم هو في الحقيقة تاريخ كشف أكاذيبه، وما يكتشف في حقل العلوم إنما هو يطور السابق ويصحح أخطاءه ويؤسس للاحق. أمر آخر يجب أن ننتبه إليه أن العلماء المسلمين نعم كانوا يقدرون جهود سابقيهم، اعترفوا بفضلهم، ذكروهم في مؤلفاتهم، ولكن هذا لم يمنعهم من أن ينسبوا تلك الحقائق وأن ينزلوها المنزلة التي يجب أن تكون للحقائق، أنها حقائق غير أزلية. في هذا السياق يقول الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وفي هذا السياق أيضا يقول الجاحظ لمن يروم تأليف الكتب: وينبغي لمن كتب كتابا ألا يكتبه إلا على أن الناس كلهم له أعداء وكلهم عالم بالأمور. الخصيصة الموالية إضافة إلى ما ذكرنا هي اعتماد التجريب وتنويع المناهج، ونكاد نقول إن هذه الخصيصة هي أهم ما يميز المبحث العلمي العربي، سيما إذا قارناه بسابقه، ونعني به العلم اليوناني. فاليونان نعم توصلوا إلى كثير من الأمور ومن الحقائق غير أنهم اكتفوا بالمستوى النظر، بينما العلماء المسلمون قد مروا إلى مرحلة أخرى وهي تجريب تلك النظريات. التجريب هنا يمر بمراحل: أولها الملاحظة، ثانيا الافتراض، ثالثا التجربة، ورابعا الاستنتاج. أما ما نعنيه بتنويع مناهج البحث فهو ما يصطلح عليه بالاستنباط والاستقراء. هذه إذن خصائص التفكير العلمي. المرحلة الثانية من درسنا هي مساهمات الحضارة العربية في التفكير العلمي، وسنبين نماذج وأمثلة، وكما ذكرنا سابقا ما سنذكره الآن ليس سوى عينات من المنجز العلمي العربي. المجال الأول الذي سنتحدث عنه هو مجال الطب، وسنفصل القول فيه من ناحيتين: الناحية الأولى هي الخصائص، والناحية الثانية المجالات. أولى خصائص الطب العربي هي تحوله إلى علم، فقد خلص العلماء العرب الطب من الممارسات الخرافية ومن السحر والشعوذة. ثانيا نلاحظ أن تراكم المعرفة الطبية من مصادر مختلفة قد كون رصيدا معرفيا ضخما استفاد منه العلماء المسلمون، فتحولوا من مجرد القراءة والاستفادة من كتب السابقين إلى خوض تجربة التأليف في الطب. الخصيصة الثانية هي تحول الطب مهنة، وتحوله مهنة يعني ذلك أنه قد تحول إلى ممارسة معترف بها رسميا. مثل ذلك أن الخليفة العباسي المقتدرة قد أوجب على من يريد أن يمارس مهنة الطب أن يجتاز امتحانا يرخص له بهذه الممارسة. تقدم في عهده إلى الامتحان نحو 900 طبيب غير مشاهير الأطباء، كل هذا في بغداد وحدها. إضافة إلى ذلك ألزمت الدولة من يريد أن يمارس مهنة الطب أن يلتزم بما نسميه اليوم أخلاق المهنة، ونعني به ميثاقا أخلاقيا. والحقيقة أن هذا الميثاق الأخلاقي الذي التزم به العلماء العرب قد اقتبسوه من العالم اليوناني أبقراط. ثالثا ظهور الطب العام وطب الاختصاص، فالعرب القدامى قد تخصصوا في مجالات طبية عديدة، منها طب العيون، طب الأسنان، أمراض النساء والتوليد. الخصيصة الرابعة هي تلك الإضافات العربية، تلك الابتكارات التي تنسب إلى العربي وتمثل نقطة مضيئة في التفكير العلمي في مجال الطب، وقد صنفناها كما يلي:
من مظاهر الريادة في الطب ما نصطلح على تسميته بتشخيص الأمراض، فالعرب هم أول من اكتشف البول السكرية، وهم أول من شخص الجدارية والحصبة ووصفهما، وقد تفطنوا إلى علاقة الطب النفسي بالمسائل الجنسية. ثانيا، في مجال التخصص الطبي، مثال ذلك مجال طب العيون، فيعد كتاب دغل العين للعالم يوحنا بن مساويه يعد أول مصنف عن الرمد، وفيما يتعلق بالرمد يعد حنين بن إسحاق أول من تزودت كتبه برسومات دقيقة في تشريح العين. في مجال التخصص الطبي أيضا، ونحن الآن نعيش زمن وباء عالمي، نذكر ما يتعلق بعلم الجراثيم والأوبئة، فالعرب هم أول من اهتدى إلى القول بأن الأوبئة تنشأ عن تعفن ينتقل عن طريق الهواء والمخالطة. من مظاهر الريادة في الطب تصنيف الأمراض، فالعرب قد سموا الأمراض المعدية بالسارية، فضلا عن أنهم قد صنفوا الجنون مرضا وحاولوا معالجته في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تسميه مرضا شيطانيا أو مرضا روحانيا. من مظاهر الريادة في الطب العربي نذكر أيضا في مجال الجراحة، فالعرب هم أول من استخدم المخدر وسموه المرقدة، وهم أول من استخدم الكاويات في الجراحة ووصفوا صب الماء لإيقاف النزيف. هذه الخصائص التي تميز بها المبحث العلمي في مجال الطب تبين براعة العلماء المسلمين. من أبرز المجالات الطبية التي برع فيها العلماء العرب مجال الجراحة، وعندما نتحدث عن الجراحة في الطب العربي فإننا نشير في الحقيقة إلى عالم من أعلامها، وهو أبو القاسم الزهراوي، وله ابتكارات وإضافات كثيرة في هذا المجال. نذكر على سبيل المثال براعته في شق القصبة الهوائية، ونذكر أيضا براعته في تفكيك الحصى في المثانة. من ابتكاراته أيضا أن الزهراوي هو أول من مارس التخييط الداخلية وصنع خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات. كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف، تميز هذا الكتاب بوصف تفصيلي لأكثر من 300 مرض، وفيه شرح لسبل معالجتها، وفي الكتاب أيضا رسوم للأدوات الجراحية التي كان يستعملها. من هذه الأدوات نذكر على سبيل المثال الملقاطة والمشرطة و200 أداة أخرى، وهذه صورة من كتابه تبين بعض تلك الأدوات. الفصل 30 من هذا الكتاب يعتبر أهم الفصول، عنوانه أسس الجراحة وشرح عمل أدواتها. مثل الكتاب مرجعا علميا في الجامعات الأوروبية مدة 5 قرون، لقب الأوروبيون الزهراوي بأبي الجراحة، وفي هذا اعتراف بقيمته العلمية. المجال الثاني الذي برع فيه العلماء المسلمون في الطب هو مجال التشريح، ولعلكم انتبهتم إلى أننا سنتحدث الآن عن عالم من أعلام التشريح، وهو ابن النفيس. فابن النفيس قد برع في هذا المجال، ونستحضر مثالين على براعته. أولا، إنكاره تحرك الفقرة الأولى في العنق بمفصل بينها وبين الفقرة الثانية. الإنجاز الثاني الذي يحسب لابن النفيس ويعد أهم إنجازاته على الإطلاق هو اكتشافه دورة الدموية الصغرى، وهذا الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات العلمية في الطب. المجال الموالي الذي برع فيه العلماء المسلمون في الطب هو مجال التشخيص، فالعلماء المسلمون نجد في كتبهم ما نسميه نوادر حول كيفية معرفتهم للعلل والأمراض. مثال ذلك ما ألفه أبو مروان عبد الملك بن زهر، عنوان كتابه التيسير في المداوات والتدبير، وفي هذا الكتاب نجد حكايات
كثيرة عن كيفية توصله إلى حقيقة الأمراض التي تصيب المرضى الذين يعودونه. المجال الموالي الذي برع فيه العلماء المسلمون في الطب هو ما يصطلح عليه بالطب الوقائي، والوقاية خير من العلاج. فالعرب القدامى قد حاولوا الكشف عن أسباب الأمراض وطرق انتشارها ومعرفة أساليب الوقاية منها. وفي هذا السياق يقول ابن سينا: الطب حفظ صحة وبرء مرض. المجال الموالي الذي برع فيه العلماء المسلمون هو ما يسمى بالتخصص في الطب كما ذكرنا سابقا. ففضلا عن الطب العام، قد تخصص العلماء المسلمون في أنواع كثيرة من الطب. من مساهمات العلماء أيضا براعتهم في الصيدلة. سنقارب هذه المسألة من نواح أربعة: أولا، خصائص الصيدلة في الحضارة العربية. ثانيا، الفصل بين الأدوية المفردة والأدوية المركبة. ثالثا، ابتكار العقاقير والأدوية. ورابعا، العناية بالآلات. فيما يتعلق بالخصائص، يعني بها خصائص الصيدلة عند العربي القدامى، أولا في مستوى الهيكلة والتنظيم، يعد العرب أول من أنشأ ما يسمى بحوانيت الصيدلة، وقد جعلوا على الصيادلة نقيبا يسمى رئيس العشابين. الخصيصة الموالية للصيدلة العربية تتمثل في القول بالأدوية المفردة والأدوية المركبة. معنى ذلك أن أهم ما اتسمت به الصيدلة العربية في هذا المجال هو فصلها بين هذين الضربين من الأدوية. نبدأ أولا بما يتعلق بالأدوية المفردة. والأمانة العلمية تقتضي هنا أن نشير إلى أن العرب لم يكونوا أول من صنف في هذا، فإذ نستحضر ما كتبه العالم اليوناني ديوسقليديوس في هذا المجال، غير أن لاحقه تحدث هنا عن غالينوس، وهو الذي يعتبر الطب جزءا من الفلسفة، لم يفرض كتابا عن الأدوية، وكانت طريقته هذه مثالا اقتدى به بقية العلماء. بعد غالينوس استمر العلماء العرب في اعتماد نفس النهج الذي اعتمده هو في التأليف، إلى أن جاء إسحاق ابن عمران وألف كتبا في الحديث عن الأدوية المفردة. وأكثر من هذا، قد فصل الصيدلة عن الطب. طريقته في التأليف هذه أصبحت معتمدة لدى العلماء اللاحقين عربا كانوا أو غيرهم. أهمية هذه المؤلفات تكمن في المادة العلمية التي تتضمنها من حيث المفردات العلمية المستعملة، ثم تكمن الأهمية الثانية لهذه الكتب في اكتشاف العلماء العربي الصيادلة لأنواع جديدة من هذه الأدوية، وخاصة في مجال علم النبات. سنتبين الآن كتابا أنموذجا في هذا المجال، وأتحدث هنا عن كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار، الملقب بالنبات والعشاب. هذه صورة من كتابه. من أهم ما تميز به ابن البيطار اطلاعه الواسع والمتعمق فيما كتبه سابقه ومعاصروه من عجم ومن عرب في مجال النبات. ثانيا، معرفته الواسعة بعلم النبات وخصائصه. ثالثا، نقده للسابقين وتصحيحه لأخطائهم. ورابعا، وهذا الأهم ربما، هو إضافته نباتات جديدة من محض اكتشافه. ثانيا، فيما يتعلق بالأدوية المركبة، ونتحدث هنا عن مزج الأدوية المفردة ببعضها، أهمية ما أنجزه العرب يتمثل في تلك المركبات الطبية التي ابتكروها، فكانت متنوعة. الأهمية الثانية تكمن في طرق التركيب، فالعرب قد اعتمدوا طرقا متنوعة واستعملوا آلات كثيرة. إضافة إلى هذا، قد استعملوا طرق القيس
متنوعه من مكاييل تحدد الاحجام والكميات. اهم ما يمكن ان يعتبر اضافه في مجال الصيدله لدى العرب القدامى هو ما اسموه بالقانون او الدستور في تاليف الادويه، قد ويظهر هذا في مؤلفاتهم. مثال ذلك ما كتبه ابو الصلت اميه بن عبد العزيز الداني، كتابه عنوانه في الادويه المفرده في ترتيب الاعضاء المتشابهه الاجزاء والاليه. في هذا الكتاب نلاحظ انه قد اصبح مبحثا ياخذ بمبدا المقادير الحسابيه والنسب التي تكون بين العناصر المكونه لاجزاء الدواء المركب الواحد. في هذا المجال نلاحظ معرفة دقيقة بقوى الأدوية المفردة وطبائعها، من أولا الحرارة، ثانيا البرودة، ثالثا اليبوسة، ورابعا الرطوبة. من الكتب التي تنضوي تحت هذا النوع من مجالات الصيدلة هو الاعتماد في الأدوية المفردة للطبيب أحمد بن الجزار القيرواني. قسم ابن الجزار كتابه إلى 4 مقالات حسب الدرجات الأربع التي تكون الأدوية: الحرارة، البرودة، اليبوسة، والرطوبة. ذكر في كتابه 278 دواء تتنزل الأدوية النباتية منها المنزلة الأولى، هنا 219 دواء، وبقية الأدوية معظمها معدني. هذا طابع بريدي يحمل صورة العالم القيرواني ابن الجزار، احتفت به الجمهورية التونسية تقديرا لجهوده العلمية. المجال الموالي الذي برع فيه العلماء المسلمون في الصيدلة هو ابتكار العقاقير والأدوية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نقول إن من العقاقير التي ابتدعها العرب وابتكروها ما يحمل الأسماء العربية إلى اليوم في اللغات اللاتينية. فضلا عن النباتات والحشائش، استحضر العرب ماء الفضة وحامض النتريت وحامض الكبريت وكلوريد الزئبق وأكسيده والكحول. في مستوى الآلات المستعملة نلاحظ أن العرب قد استعملوا الآلات الكثيرة لتذويب الأجسام وتدبير العقاقير. فيما يلي عينة من هذه الآلات، هذه آنية وجدت في العراق كانت تستعمل لتخليط الدواء وتحضيره ولتقطير العطور أيضا، وهذه الآنية كانت تستعمل لحفظ الأدوية، ومعلوم أن حفظ الأدوية شرط لسلامة الدواء سيما في حال التنقل من مكان إلى آخر وخاصة عند قطع مسافات طويلة. المجال الموالي فضلا عن الطب والصيدلة والذي برع فيه العلماء المسلمون هو مجال الكيمياء والفيزياء. هذا المجال خصنا المنجز العلمي العربي في نقطتين: أولا أن العلماء المسلمين قد اعتمدوا الملاحظة والتجربة، وبذلك قد خالفوا سابقيهم الذين اكتفوا بالمستوى النظري كما ذكرنا سابقا، وثانيا أن العلماء العرب يحسب لهم استخدامهم الموازين والمكاييل. في مجال الكيمياء والفيزياء سنتحدث عن 3 أعلام: أولا جابر بن حيان، ثانيا ابن الهيثم، وثالثا البيروني. أول الأعلام الذين سنجمل القول في شأنهم هو جابر بن حيان، الذي يعد أول مبدعي الكيمياء على أسس علمية صحيحة. تتجلى علمية مبحثه في مجال الكيمياء في كونه قد أرجع ظواهر الطبيعة وكل معطيات المعرفة البشرية عامة إلى قوانين العد والقياس. ثم نذكر أن جابر بن حيان قد جعل الميزان
أساسا للتجربة وعده وسيلة لمعرفة الطبيعة معرفة دقيقة. وطبعا العلم يحتاج إلى الدقة والوضوح. الكمية عند جابر بن حيان تشتمل على الأعداد والأقدار من الأوزان والمكاييل. العالم الثاني الذي سنهتم به هو ابن الهيثمي، يسميه البعض بمنشئ علم الضوء دون منازع. درس العين بدقة وفسر ظاهرة الانعكاس الضوئي ووضع نظرية الإبصار وما تضمنته هذه النظرية من وصف تفصيلي لمكونات العين. ثالث الأعلام هو البيروني، توصل إلى تقديرات للثقل النوعي وأبعاد الأرض وظواهر الشفق وكسوف الشمس وغير هذا من الظواهر. استخدم البيروني جهازا مخروطيا يعد أقدم مقياس للكثافة. المجال الموالي الذي برع فيه العلماء العرب هو علم الفلك، ونذكر مرة ثانية أننا نعني بالعلماء العربي المسلمين الذين ألفوا كتبا علمية عربية وانتسبوا إلى الحضارة العربية بالإسلام. في مجال الفلك سنتحدث عن المنشآت والأدوات والإنجازات العلمية العربية. بالنسبة إلى المنشآت، نستحضر أن الخليفة المأمون قد دعا الفلكيين وطلب منهم أن يحدثوا مراصد فلكية، وكان الهدف من وراء هذا حاجة الدولة الإسلامية للتوسع ومعرفة مناطق كثيرة من الأرض، فضلا عن إرادة تصحيح ما توصل إليه العالم اليوناني بطليموس. من هذه المنشآت المرصد الذي أنشئ في الإسكندرية في القرن الثالث للهجرة، ثم المراصد الفلكية التي تبعته منها ما كان في بغداد وفي القاهرة ودمشق والأندلس وسمرقند وغيرها من المدن الإسلامية. من هذه المراصد الذي يظل شاهدا على هذا النبوغ العلمي العربي هذه القبة، قبة السيار التي تقع بالشام. من الآلات التي استعملت في الفلك الاصطلاب، ونستحضر هنا علما من الأعلام الفلكيين العرب وهو الزرقاني، وهذه صورة عن الاصطلاب يعود إلى القرن الخامس هجريا. أهم ما تميز به العلماء العرب في مجال الفلك من الإنجازات هو توصلهم إلى تقدير السنة، فالسنة تعد 365 يوما وخمس ساعات وستا وأربعين دقيقة وأربع وعشرين ثانية، وهي تنقص عما توصل إليه العلم الحديث بدقيقتين وثلاث وعشرين ثانية. كذلك ضبط العرب حسابيا كسوف الشمس وخسوف القمر، وأثبتوا كروية الأرض ودورانها، وهذا يعود فيه الفضل إلى العالم البيروني. إضافة إلى هذا، رصد العرب مواضع الشمس من تدمر وسنجار في وقت واحد، وتوصلوا إلى تقدير قياس محيط الأرض بزيادة قليلة عما هو في تقدير الفلكيين المعاصرين. وصاحب الإنجاز هو الفرغاني الذي يسميه الأوروبيون بالفراغانيوس. من أهم ما أنجز العلماء العرب في مجال الرياضيات أنهم بعد اطلاعهم على الرياضيات في كتب الهندي قد ترجموا تلك الأرقام وحوروها وأضافوها وأضافوا إليها الأرقام العربية. وفي ما يلي جدول يوضح الأرقام الرومانية وما يقابلها من أرقام عربية وأخرى هندية. في مجال الرياضيات العربية نتحدث عن عالم أول هو الخوارزمي وعالم ثان هو البيروني وغيرهما من الأعلام. سنقتصر على هذين العالمين. الخوارزمي استخدم الأرقام التي أشرنا إليها سابقا
في جداوله الرياضية، أسهم الخوارزمي كذلك في تقدم الحساب والجبر من خلال كتابه حساب الجبر والمقابلة. في هذا الكتاب ذكر الخوارزمي أصول علم الرياضيات ومقوماته. في كتابه الثاني مفاتيح العلوم بيّن أن العمليات الحسابية إذا خلت من رقم في مكان العشرات تعين وضع دائرة صغيرة وهي الصفر، وبالصفر أمكن في يسر حل كثير من المعادلات الرياضية. أطلق اسم الخوارزمي على الطريقة الحسابية التي تقوم على النظام العشري. إضافة إلى علم الجبر، ابتكر العرب علم حساب المثلثات، وهذا العلم قد استفاد منه العلماء العرب خاصة في قياس المساحات الأرضية، وخاصة أيضا في مجال المواريث. استقل هذا العلم عن علم الفلك، فقبل العلماء المسلمين كان هذا العلم مجرد معلومات ضمن علم أشمله هو علم الفلك، ويعود الفضل إلى إحداث حساب المثلثات إلى البيروني. المجال الموالي الذي برع فيه العلماء العرب هو ما يسمى بعلم الحيل، ونسميه اليوم بعلم الميكانيكا. وأبرز الأعلام العربي في هذا المجال هو بديع الزمان الجزري. كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل. هذه صفحة صورة من الكتاب. قال أحد المستشرقين عن هذا الكتاب: هذا الكتاب أكثر الأعمال تفصيلا، ويمكن اعتباره النواة الأولى في مجاله. اخترع الجزري الآلات المتحركة وساعات عديدة منها المائية وآلات ميكانيكية كثيرة، فضلا عن اختراعه آلات قيس وأخرى موسيقية. من هذه الآلات نذكر ساعة الفيل، ولعلها من أشهر اختراعاته في مجال الساعات. ساعة الفيل هذه تمثل شكل رجل بالضرب على الطبل، فيزقزق العصفور معلنا توقيتا جديدا ومضي ساعة من الزمن. في هذه الساعة نلاحظ أشكالا أو رموزا تنتمي إلى حضارات أخرى، مثل الفيل الذي ينتمي إلى الحضارة أو الذي يرمز إلى الحضارة الهندية، التنين أيضا يرمز إلى الحضارة الصينية، ومثل هذه الساعة تدل على انفتاح العرب المسلمين وقبولهم الاختلاف. الساعة الثانية أو التي نعتمدها مثالا هي ساعة الطاوس. المثال الموالي: فرقة موسيقية ذاتية الحركة. أهم إنجازات الجزري هي هذه المضخة التي تضخ الماء من جوف الأرض إلى سطحها. في كتابه الجزري بيّن أن صورة الثور الذي كان بفضله يتم ضخ الماء من جوف الأرض إلى سطحها، بينما الطريقة التي أحدثها الجزري تمثلت في هذه المضخة التي شرح في الكتاب طريقة عملها. وإليكم هذا المقطع الذي يشرح كيفية عمل هذه المضخة. العلم الموالي الذي سنتمثل به لإبراز براعة العلماء المسلمين ومساهمتهم في المجال العلمي هو علم الجغرافيا. وتكمن أهمية ما كتبوا ما ألفوا في هذا المجال أنهم قد برعوا في رسم الخرائط. من ذلك تلك الخريطة التي طلب المأمون من الجغرافيين رسمها وذكرها المسعودي وقال عنها: قال أحد الأوروبيين وهو كارلو ألفونسو نيلينو عن صورة الأرض الواردة في كتاب الخوارزمي: إن مثل هذا الكتاب لا تقوى على وضعه أمة أوروبية في فجر نهضتها العلمية.
كيف يظهر ذلك؟ يظهر من خلال ما اكتشفه العرب في أرجاء الأرض في رحلاتهم البرية وملاحتهم البحرية. كل هذا قد هدى رواد الاكتشاف الجغرافي من الأوروبيين أمثال ماركو بولو وأوري الملاح وفاسكو دي غاما وغيرهم. في هذا المجال يعد العرب أول من نبه إلى أخطاء بطليموس وصححوها. العالم الثاني من أعلام الجغرافيا عند العرب القدامى هو الشريف الإدريسي، يعد أعظم الجغرافيين العرب وأشهرهم. بلغت شهرته ملك النورمانديين روجي الثاني الذي طلب منه أن يرسم خريطة على سطح كرة فضية ضخمة. ضمت هذه الخريطة التي رسمها الإدريسي الأقاليم السبعة وما فيها من بلدان وطرق مطروقة وأميال ومسافات وحدود. في كتابه ذكر تفاصيل ذلك، وعنوان كتابه نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق. بعد الحديث عن الجغرافيا نمر إلى علم آخر من العلوم العربية، وأتحدث هنا عن علم التاريخ. وعندما نتحدث عن علم التاريخ فإننا بلا شك نتحدث عن أبرز الأعلام القدامى، أي ابن خلدون. فابن خلدون ما يميزه من بين ما يميزه أنه لا يكتفي بسرد الوقائع، بل يحلل ويعلل ويميز الصدق من الكذب ويتأكد من مطابقة الوقائع للواقع. فضلا عن هذا، نبه ابن خلدون إلى الأخطاء التي وقع فيها سابقوه من المؤرخين، وبين كذلك أسباب الكذب في رواية الأحداث والوقائع. فضلا عن هذا، أسس ابن خلدون علم العمران البشري. كتابه في 7 أجزاء، عنوانه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربري ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وأهم أجزائه المقدمة. نختم درسنا بآخر ما سنتبينه من مساهمات العلماء العرب في التفكير العلمي بالفلسفة. وفي الفلسفة اقتصرنا على ذكر الفيلسوف العربي ابن رشد الذي يسميه الأوروبيون بأفيروس، هذه صورة لتمثال ابن رشد في إسبانيا. لم يبلغنا من كتب ابن رشد سوى حوالي 50 مصنفا بسبب إحراق كتبه. من هذه الكتب نذكر كتابه تهافت التهافت، وهو الكتاب الذي خصصه لنقد الغزالي. تميز ابن رشد بفكر تنويري ينبذ التعصب والانغلاق، وله الفضل في كونه قد عرف أوروبا بفلسفة أرسطو، إذ يعد أكبر شارح له. الخاتمة، ما تم عرضه الآن لا يمثل سوى أمثلة، وكما ذكرت سابقا هذه الأمثلة لا تعد أن تكون عينات قابلة للإضافة مما أنجزه العلماء المسلمون في المجال العلمي، ولكم أن تطلعوا على هذا في مختلف مصنفاتهم وفي كتب التاريخ التي تذكر هذه الإنجازات. ثانيا، المنجز العلمي العربي كما تبينا داعٍ إلى الاعتزاز بالحضارة العربية وبالافتخار بالانتماء إليها. نستنتج أيضاً أن العلم إرث إنساني مشترك تضافرت في إنشائه مختلف الحضارات. نتيجة هذا أنه لا يمكن أن ننسب العلم إلى حضارة دون أخرى وأن نعتبره حكراً عليها دون غيرها. التعرف إلى تاريخ المنجز العلمي العربي لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد. المطلوب إذن هو أن يحذو الشباب العربي اليوم حذو أجدادهم من العلماء، وأن يسهموا في تطوير العلم والمعرفة، كي لا يقال نعم إن العلم خرج من دياركم ولكنه لن يعود. فيما يلي قائمة بالمراجع التي اعتمدتها لإنجاز هذا الدرس، ولكم أن تعودوا إليها لتتثبتوا ولتثروا معارفكم وتتبينوا مساهمات العلماء المسلمين في التراث العلمي.
في خاتمة الحصة أشكركم لمتابعتكم الدرس وأرجو لكم النجاح والتوفيق.